اوكي امو طب قاشانا قدم محلافنا حادمتنا مقبل قاشانا حنتي نخبري نخبري ابو دكتور كرارن نخبري ابو كلاتنا ارتراويانن زغون كبر ابونا تشيكنا ابو حمد ادريس عواته تخبر حنتي زي مالاتنا باغيرنا ناب كبر حونا دكتور كرار حمد ادريس عواته كن حل فينا مالتيو اسكي كل غاتكم عواته اسكن بل عواته كل غاتكم عواته صحافو بجاهاتكم فيسبوك عواته جمار سورا عواته فلامي جغن نتاو قالسي عواته ابونا صنت ايرترا اسكو كلنا نقال حيو عواته نبل عواته ايرتراوي وعواته ايرتراوي نريت فطر فلاماي برت زتوكوسه فلاماي تيت ناب سماي زعرهه كبر ابونا لذلك ناباخ حدنتنا يا انا لا دكتور كرار حدا قبل لا دكتور كرار هل انت موجود دكتور كرار اذا انت موجود اعمل لي واحد واحد دكتور كرار يو هلك دكتور كرار حامد ادريس عواته نحرا لخا وينك اوكي ثانك يو ريد اوف كغبرالكا مايك تحزا كومو يلا المايك لك يا دكتور اوكي سمعنا ديو تاع قنقوا نحنا انترناشونال قنقوا خي نحز حسني فلاندينا يعني وي دكتور كرار انقوا على مصاخه ناب رومنا ناب اريتريان حدري جيغانونا اوفيشال روم ازي الروم زي نجيغننت ابوتاتنا كاب قدمي حامد ادريس عواتن كاب حامد ادريس عواتن لحريوم نزلوا كلهم جيغانو ابوتاتنا ايرتراويان زخبر ذكر جيغننتهم زدنق بجيغننتهم زحبنن زخورعن روم تراي زيكونه كومو عينت ايرتراويان يحواتن احاتن زركوبلو روم يقامصيخا انكو عد حان مصاخا روحس بعال نصانتكا كنتن عانا نعاخاون سلازي هاجراوي ملختي نقول لها انا زملكت ايرتراوي هاجراوي ملختي كنت تمال كبر ابونا ابوها حمر ادريس عواته بتا تاريخاويت تيتو غيرو نقول لها هاجراوي تصوعه اسهاون بت تاريخاوي ملخت هاجر كان نقول له ايرتراوي تصوع عدل نعاخا نبكالنا نالبات حدنتنا حفتي كترقوم اللي تغيليخي حصرا بيلكي thank you يغني اللي مدرخ لدكتور كرار دكتور كرار مساكم الله ويبكم من كفيتو لخما خما كوينو أبو وليدو اوكي تخلى اندحرا الله خوينك ترقوم نابخامو عدلنا عخاخ بكات انكو عند حال مساخة دكتور كرار الحمد لله السلامة كل سنة أنت طيب بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة عيد الاستقلال الإريتريا هنا بخا مدرخ السلام عليكم دكتور كرار كيفك كيف الحال تخلي تمسجل معك كل عام وأنت بخير وكل عام وأنتم بخير لكل المسلمين الإريتريين ونتمنى لهم التوفيق والسعادة في الحياة فاليوم غرفة حدري جاغانونا تقدم لكم العزيز ابن المقاتل الجسور حمد إدريس عواتي واليوم دكتور كرار حيحضرنا أو حيلقي خطاب عامة للشعب الإريتري بمناسبة استقلال إريتريا كما والده بشر للشعب الإريتريا بإطلاق رصاصة الاستقلال والحرية واليوم حيطلق الدكتور رصاصة الكلام والمنطق والحكمة وحكمة الإريتريين من أجل سيادة الشعب من أجل حقوق الشعب من أجل حق المواطنة من أجل الديمقراطية والعدالة تفضل يا الدكتور لك المايك شكرا ما بعرف لو كنت مسموع بشكل جيد هل أنا مسموع بشكل جيد شوية بس وطي الصوت لا يعني مسموع جدا شوية بس الصوت يعني مسموع جيد نعم كويس
في البدء أولا أنا أشكر غرفتكم لإتاحة الفرصة دي للقاء بمشاهدينكم ومتابعينكم في الغرفة، وعبركم أتوجه بالتحية للشعب الإريتري بمناسبة حلول العيدين، عيد الفطر المبارك وعيد ذكرى 29 لتحرير إريتريا. وسعادتي كبيرة جدا في أنه أخاطبهم عبركم، بوجه لهم التحاني، بوجه لهم التحية، بوجه لهم الأمنيات بحياة أفضل ومستقبل أفضل. ما تترجم جزء جزء ولا؟ والله يعني أحسن. شكرا يا دكتور، لأن عشان ما أنسى أنا قاعد أعجز يا كرام. يعني لو سمحت ممكن نعمل كده. بارك اسيب الدكتور كرار أفضل. أي أفضل. نعم دكتور كرار نسقانو يقرب نقوم حدري جاقانونا ونقول لهم تعزل نزع الدلزي بمحابكم يبل كل سيلو دماء زي الدلزي تتقيمه نقول لهم حزبنا حزب إيرترا بزي كلته أجد أمي بأجد أمي ترخي بزر له كل التعيدات ويكا كل التعالات كبسرو يدلي حالي نقول لهنا رحوس عيد قبر لنا وهن نقوع نبال أسران تشعبت عمت بعال ناس إنت أرأينا مو يوهنا نقول له حزب إيرترا يبل دكتور كرار عواتي. نبها دكتور لك المايك. شكرا. نعم 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 احنا بنحتفل في ال 29 لتحرير إريتريا تداخل في الاصوات. اوكي انا حانزل بعدين يعني من الممكن. اوكي لانه قاعد يعمل ايكو شديد. نعم اوكي. انا سعيد زي ما قلت لكم انه نحتفل سوا وعبر غرفتكم المحترمه ان نحتفل مع الشعب الاريتري بالذكرى 29 لتحرير اريتريا. هذا بالتاكيد يقودنا الى انه نضع صوره تقييميه لل29 السنه الماضيه مع بعد التحرير. ما فيش حد اليوم يستطيع أن يقول أن الشعب الإريتري خلال 29 سنة دي حقق كل ما كان يتمناه في فترة الكفاح المسلح، وحقق ما كل ما قدم إليه من تضحيات من آلاف الشهداء من الشعب الإريتري من أجل نيل التحرير والاستقلال. خلال 29 سنة دي إذا قيمنا حنجد أنه القيمة النهائية أو النتيجة النهائية هي نتيجة صفرية لكل شيء يتعلق بشعب ناضل 30 سنة وقدم آلاف الشهداء ونال حريته، وبعد 29 سنة إذا قيم حيلقى أنه النتيجة صفر في كل مجالات الدولة. تفضل ترجم بي عشان بعد نواصل بعدين أخي الكريم. هالو اوكي مسموع. ما اعرف مسموع انا ولا يا مسموع انت. انا الان حنترجم لك. انا حقوسي نزي نبل اسران تشعبتن عمت بعال ناتنت مس حزب ارترا خوينه كذكرون كبعلو برقص كا ارترا نزا زونه هاجريا ابزنا اسران تشعبتن عمت تومو كورونا جن نا إسران تشعبتن عمت ناينت أنت بلغام نخبر يدرخ نحاري حادة بزي تدريهو نزي نا إسران تشعبتن عمت قمقامات مزيز تنتنن مزي تنتنن جن إتو مودع تاسئلي زمتس عشقارن أبزيرو خمزبت أحنان درئي سئلي هاتركب مخنياتو إزي هزبي إزي
بتبرتاو قدلي غيرو زلعالو قالسي اما علو سلازي بصحي نتيم بوزحات الشحاتات سوات زخفولو ناتو صاما ايرخبن الكايها تغنغن سلازي ولاكو انتبعلنا ناصنتنا بمركابو ايتي كم حزبي رخيمنا يا زلنا سقياتن مكرانغن بطعمي زشجرن نتي سئلون كال ملكع زهوبو يو مالك تحتي 05 لنا ذري ويبل دكتور كرار مايك لك يا عزيزي. شكرا. نعم اخي الكريم، اذا تابعنا خلال 29 سنه ما بعد التحرير كل ما نفذته السلطه الاريتريه أو السلطة القائمة في إريتريا، كل ما طبقته من سياسات في كل المجالات السياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، نجد أن هي طبقت سياسات هدامة للوطن وللإنسان. السياسات التي طبقتها السلطة القائمة في إريتريا أقل ما يقال عنها أن هي سياسات أو سلطة غير وطنية. اليوم الوضع اللي موجود فيه الشعب الإريتري والحالة العامة للوطن في إريتريا لا يمكن أن تصل لهذه الدرجة إذا كانت تحكم حتى لو في الاستعمار. ما أوصلته السلطة القائمة اليوم في إريتريا للوضع في الوضع الشعب الإريتري هو أسوأ بكثير ما كان عليه في فترات الاحتلال والاستعمار. السياسات اللي طبقتها السلطة الإريترية هي سياسات هدامة في كل المجالات. أجي لذكرها بعد ما تترجم الكلام ده. تفضل أخي. شكرا يا دكتور. بعد اندحري حادين وي كلهنا انت رعانيتنا عسران تتشعاتنا عمتات تموكرو بقبو اتخاتاتي لنا يخوينا ازي قد ارترازو اللو سرعات احادي افراسي زخوني بوليسي تخاتيلو ازي افراسي بوليسي كافاني نهاجرن دفرسي ازي بوليسي تاتيزي كل انتناوي بوليسي تاتيني محبراوي كنتور ታዊ ትምህርታዊ ካልውን አጋልግሎታዊ ፖሊሲታት ክብሃል ይካል በሁሉ ዝመሪያት እዚ ህዝብና እቲ ወሪዱ በሰንከዚ ፖሊሲ ወአብግዚ መግዛትን ከለና ከማን ዝታሐተ ደረጃ አጋልግሎታት ንርኸበሉ ዝነበርና ካብዚ ሕጅ ዘሎ ዘሐሸዩ ይልካውን ክገምገም ይካል ስለዚ በአጣቃላሊ እቲ ተመክሮ ناي اسران تشعاتن عمت بخل مدايات مصر اخايو تقولني عن حصر اتجيب المعلاتي رابحة دكتور كرار مايك لك. شكرا لك. فلنلقي نظرة سريعة او خلينا نشوف كده بسرعة ما ارتكبته السلطة القائمة في إريتريا من جرائم بحق الشعب الإريتري والمواطن الإريتري. على الصعيد الاقتصادي نعرف أن إريتريا هي دولة زراعية رعوية بجانب الثروة السمكية التي تتمتع بها إريتريا نتيجة لطول ساحلها على البحر الأحمر والثروات الطبيعية من معادن ذهب بترول وغيره. فلنلقي نظرة سريعة ما طبقته هذه السلطة على الصعيد السياسة الاقتصادية. نجد أنه الراعي الإريتري يطارد في أرضه ويرغم على اللجوء والخروج من إريتريا إلى السودان أو إلى إثيوبيا أو إلى اليمن، فبالتالي تضرر الزراعة. وبجانب ذلك أنه ما تكون فيه أو ما أوجدت السلطة القائمة الحالية مشاريع اقتصادية كبيرة تنهض بالاقتصاد الإريتري. لا والأنكى والأدهى من ذلك، كان في هناك مشروع ضخم
يستثمر من قبل الاحتلال الإيطالي أو الاستعمار الإيطالي، والمعروف اللي هو مشروع براتلو. هذا المشروع كان قائم والمدروس بشكل علمي ومخطط بشكل علمي، وما كان يتطلب من السلطة القائمة السلطة الوطنية في إلا أنه تعيد استصلاح الأرض أو استصلاح ما خرب من هذا المشروع وتعيد زراعته، الزراعة اللي ممكن تفيد بها المواطن الإريتري. هذا ما جرى. بالإضافة إلى ذلك، السلطة القائمة في إريتريا ما استفادت من الثروة السمكية وتأجيرها لشركات أجنبية. المعادن والثروات الطبيعية اللي موجودة في إريتريا لا يستخرج منها إلا الذهب، ومن خلال شركات أجنبية ذات فوائد كبيرة نتيجة لتقديم خدمات للشعب الإريتري. فبالتالي من الناحية الاقتصادية نجد أنه النتيجة صفرية من سياسات الجبهة الشعبية أو السلطة القائمة حاليا. هي ما جبهة شعبية، هي شيء آخر. تفضل. أوكي. بقعتاتن هلون نالون درق يسووي كموتسيتو بزحات بموغاسة كبتزو نبرو حبرة السبنا ناب سودان يخون ولا ناب إيطوبياون يسدرو كموونتي أرحرشا زمرقس هزبناون إزعيج عزي يقاتم إتي ناي فريات هلوف حليفو درجتات يزهو تي كونتراكت ويشوت ويكاريو سلازي هزبنا بغتا تتك امنا يزون اي كون ما عدنا اوكي تخلات مليس كان لخا مسلان انا بخا مدرخ لانو توتعكا تأتوكا لامو تغمي تأنتغني تايفون بخان اتويب كان والاي تخفوتو من البات تدخ مالكا هيتولونيت نا بخا مدرخ معليش لو سامعين انا حس عاد الصوت سامع حس ما بعرف لو مسموع عندكم نعم محمد راك يا قريتا خبرات احوات كبرات اجايش كلهم ايوا يا قريتا دكتور كرار معليش في السايغرات النوصيات النصنيحه كمبيوتر عكيسه ابتي كتاوي تنتنا أبتي ناي كسرت حنيرة ناي مقفاف عزاء ولا نسون حزبنا كمالن كرب بحلو ناي كعلن نتني عزاء هبتنا كم ونت حزبنا بمقفاف عزاء ديو بمس عزاء مس بحرن ترز نبرؤون زخون جداي كاليلو بزت براتولو زيناي براتولو خاني بسنة فتاتاو مصنعتي تجيرولو بجزئ مجزأة إليان زتجمر النجار ينيرو نعون أي بقعة زي سرعة زي بكتباوي سئلي مسرع خايو بكا نبادونت يو زم أوكي اوكي انا حواصل بس انا عايز اسالكم سؤال انا عندي ايه قدر ايه عندما الزمن عشان خلي اخرين برضو عشان يشاركوا معانا الاحتفال بالمناسبه فما بعرف انا الزمن مفتوح عندي ولا في زمن محدد زمنك مفتوح يا استاذ شكرا لك شكرا اوكي خليني اواصل بقى
خلينا نجي بقى من ناحية تانية نشوف ما حصدناه خلال 29 سنة بعد التحرير. نجي ناحية التعليم في إريتريا. إذا كان بعض الممارسات تمارسها الحكومة الإريترية أو بعض السياسات طبقتها في بدايات التحرير كانت تكون مقبولة نتيجة لضعف الكادر التدريسي، نتيجة لضعف ميزانية التعليم، هذا كله بيؤدي إلى أنه ممكن الحكومة تطبق بعض السياسات البسيطة التقشفية في مجال التعليم، لكن أنه تكون يستمر الأمر كما ما بدأ في السنة الأولى من التحرير لما بعد 29 سنة، فهذا يعني أنه في كارثة، وهذه الكارثة مقصودة ومخطط لها وتنفذ. السياسة التعليمية في إريتريا هي سياسة هدامة، سياسة من أجل تجهيل الشعب الإريتري. أنت ليلة لما الحكومة تقرر التعليم بلغة الأم في المراحل الابتدائية، وإحنا لما نجي نعرف أن لغة الأم هي لغات بدائية، بالتأكيد نفتخر بلغات قبائلنا ولغات اللسان اللي نتحدث به وتتحدث به القبائل الإريترية، هذا بس ما يعني أن هي هذه اللغات هي لغات صالحة للتعليم. هذا شيء. فالمسألة بتاع التعليم بلغة الأم زي ما قالت السلطة الأصابة الحاكمة في إريتريا هي من أجل التجهيل، واحد. اثنين، السياسة التعليمية أو اللغة التعليم ما بعد المرحلة الإعدادية اللي هو الصف السابع والثامن والتاسع وإلى أن تصل للجامعة هي باللغة الإنجليزية، وكأنه إحنا ما عندنا لغة وطنية ممكن نعلم بها. اثنين. ثلاثة، عدد المدارس اللي أنشئ بعد التحرير، أنا ما أعتقد أنه في فترة الاحتلال والاستعمار أن المدارس اللي كانت تنشأ بشكل سنوي هي أكثر مما أنشئت مما بعد التحرير يعني. ثلاثة، هل يعقل أنه الطالب الإريتري المرحلة الشهادة الثانوية يأخذها من معسكر ساوة؟ السنين الأولى كان ممكن نقبلها أنه كان والله ما في إمكانية أنه يكون في تعليم في مدن ومدارس تكفي، فبالتالي نجمعهم في موقع واحد اللي هو ساوة، لكن ما بعد وبعد 29 سنة نستمر بنفس الطريقة، فنجد الحصلة النهائية أنه التعليم في إريتريا هو تعليم صفري، والسياسة هي تعليمية سياسة تجهيلية مش بالنهوض بالتعليم والثقافة في إريتريا. تفضل ترجم بعدين نشوف الباقي. هذا نتناسكي لترجمه لنا سب انتلو من الوقت مستغلق حاجة جزء خلك عبزرم ولا حد سب اندحركي لك مدب لنا هذا نتنا. تملي سلوه يغريت مثلنا سمعنا لها أوكي. حجي أب قدائنا يتمهرتي وتسيس لتسانا حكو انتي أنا يمت الرشتات راح يريس معكوا جن تي مجمبر يا سمي أيوه أب قدائي بخالي قلت انترا أخن ريء أخوينا نتي تمتنا بقدائي تمهرتي خن ريء نخيلنا. حجي تقبارات نايز سرعات زي أب قدائي تمهرتي ناتو بوليسيتاتن كأني كتري أنك لها خمس السعب يمس نأسرع تشاتن عمتات ناي كلولا وناي تمرتاو مدايت راح يزول الله بيرتا حالي بقصري ناي ناي تمبقتاو تمرتاو كتبلو تنركابو يزي جمرتي شقري بل كالاي قصري ناي بيت تمرتاو بحفشو مزرقح ناي بيت تمرتاو قل قلت ناي تمهرتو مستيك كرمنات النزنة برناي مقزاتي قزيتاتو كابو نتحتي يبل مالك مخنياتو أبزا إثنان شاعتن عمت المهرات انتاي أفرينا بزب التمرتاوي شنخات اندرا عائلكا تحفز زخيل عطناوي وطيئت يومنلو كالي نزيز ماتس ايه يبل اتي عينتنا يتمرتاتي ما أبنات يلو أب إرترا نحنا بفلايتهم كالقوت حبرسو أو جلتات لكعيو نتو قوانقاتاتنا نفوتو نخبروي جنتي قوانقاتاتنا هنا
أصبيق زماعة بلونا يكون مالسي قول عدكت مهرولو استفالة لي عودة فلتقات غير كاختمول ملولو تخيلا يكون زون حدا شقريب نياتو إتو بوليسي ببقان قومي مهارو نزيل بتعمي حدا بقوع تمهاراي كفر يخيل ديو إلكا محتاتون أقداسي سلازي إتي قوان قوها زي مفتاون ويكانت قوان قوها زي مدلاين دي كوناسي إتو تحستون هاي قوان قوها نايتن كالوت كابيلات دي نبلن إنده هاتاب إرتراز اللوها بقوع عقمي سلازي يبلوي سلازي إتي إزي منقستي زي خطولوز اللو ناي قوان قوها بوليسي وين نجزان أبسو نتي إرتراوي ناي مدون قوار سعبين ترحيو أمسي يبل مالي كالي تزخف إيلو بحس عسران تتشعاتن عمت ناي كالا أي درجة تمهارو ناتوم سيرتيفيكت كابساواي وسدويل نغوت هدراغول قلت بحر عسران تتشعاتن عمت ستيل كابساوا كالا أي درجة بيتمرتي كتوسد نخصاي نخد كايد إزو نغزان أبسو مستنكري عبت مجمري أسد حم بلنا عيد بلن نجمري نيرنا متبهل بين اسنان تشعتن عمت وسد بتعمي يقرن يبل دكتور كرا حجي اتي تمرتاتنا خاني نلعل درجاتات بيت تمرتي كدالو زخلنا تمهارونا كهون متقبئي يبل مالاتي زقن اي تخالن مخنياتو كساون كرأي خيلي يبل بعاقم يديو مخنياتو محنسا أكو عقمي يبلون في فنزي تفتيرو كمزي متقبل بي إلكا رئيطاتكو وهابي كالنيرو يخوون يبل جن إتو قد دايزي تنها ناي بقعتن ناي كلتنا يكون إتي ناي أفراسي زخوني بوليسيتات مختلم نعو متقبارن يخاءت الزخفين يبل ما أنا تمترش تاكو أي سمعكو ونن يقرأ تاكو برات حوات انتي نتورك استايخ قبر الناس انيه جي قلق غير اللهم نالبات أي دوات ساعي مسلندن استايخ غير كبليه جن مولو يقرأ تاكو كمزي آخة تقات ماي نظران يقرأ اندحة تتكوية نابخا دكتور كرار إلك المايك شكرا لك. نجي في شق آخر من سياسات السلطة الإريترية المطبقة في إريتريا خلال 29 سنة المتمثلة في السلطة في إريتريا والحكم في إريتريا أصبح في يد حزب واحد عصابة واحدة يترأسها شخص واحد أو يتزعمها بالأحرى. هذا كله نجم عن رفض الجبهة الشعبية ما بعد التحرير مباشرة الاعتراف أو إشراك التنظيمات الإريترية الأخرى اللي ساهمت في تحرير إريتريا وفيما قدمتم جبهة تحرير إريتريا. فبهذا الشكل نقدر نقول أنه جذروا الحكم الدكتاتوري أو الأسلوب الدكتاتوري في إدارة الدولة وفي حكم الدولة. فبدل ما يكون أنه هناك تكون في الديمقراطية وتطبق العدالة في إريتريا والتعددية في إريتريا سواء كانت حزبية سواء كانت التعددية في كل مجالات الدولة، نجد أن هي انحصرت في حزب واحد شخص واحد جريدة واحدة كل شيء مفرد في إريتريا. هذا يوريك أنه ما قاعد يجري هو أمر بعيد ما يكون مصلحة المواطن. هذا حيؤدي أو أدى وانتهى يعني لعدم استقرار سياسي في إريتريا، عدم إشراك الآخر الأسهم في تحرير إريتريا. هذا يعني أنك أنت قاعد تدفع أو النظام قاعد يدفع إريتريا على عدم استقرار سياسي، وهذا نتائجه على المدى البعيد حتكون وخيمة ومضارة في مصلحة الوطن وبالتالي في مصلحة المواطن. تفضل. شكرا
إذا ماذا نريد ناي محدراي ما عين محدرا أنت رأى خن رؤي خينا إذا إيرترا دحرنا سنة إيرترا نقول لهم أبجدلي إذا بإيرترا زتساتو فو تجارلتي أمها أب بموجاري جميرو بقدام منا تقول سر ثم أبتجد لحرنة إيرترا إذا ألسن أبركتون زجبرو بولوتيكينيا تاتن ولك أسباتن وجلة تاتن يوم تواسين نزي أواسينو إزي وجلة إزي نابحارة بارتي زعينوتو جنكا بوسن وجلة موها بحار ولك أسد زونن قداي خينو ناي إرترا قداي حانت غازيتا حد عينت بروبوغاندا ووفري حد ناي تسرع سلازي كل حانتيا حدو الكتابي مرحا حدو قجلي مرحا حدو خنزي اتي بوزحنات ابزحا من محدار ابزحا بوليتيكاوي تساتفنات بتزيمنه اللاو بوليتيكاوي قلولاو ايو زي بوليتيكاوي قلولاو كأني ابزح نقرات لحيمو هجي حبرة تسبنا بوليتيكاوي قسانت دو يقولوها وهو ينبن علو سلازي ازي مبحات ويكأناي مبحات بوليسي إزي كابتا حدقنيان سرامينيو الكاون مدمت دخل مدعيو يبل دكتور كرار نبقى ليك المايك دكتور شكرا لك نجي على من ناحية لناحية تانية في الوضع القائم في إريتريا والمتمثل في الوحدة الوطنية فلنقيم خلال 29 سنة الجريمة الكبرى اللي ارتكبتها السلطة الإريترية أو العصابة الحاكمة في إريتريا في بحق الوحدة الوطنية. احنا بنعرف ان في فترة تقرير المصير كان هناك خلاف إريتري سياسي ما بين الأحزاب اللي كانت قائمة في الفترة ديك حزب الوحدة الاندنت والأحزاب الوطنية في قيادة الرابطة الإسلامية ومن ثم الناس في فترة الفيدرالية شكلت البرلمان الإريتري هذا البرلمان بشكل آخر كان يمثل البداية الأولى لعملية الوحدة الوطنية والتوافق عبر الحوار والنقاش في قبة البرلمان والوصول لنتائج يتفق عليها من ثم عززت جبهة التحرير الإريترية الوحدة الوطنية دي بمشاركة كل أبناء الشعب الإريتري بمختلف مكونات الشعب الإريتري من قبائل من طوائف أديان كل ساهم في جبهة التحرير الإريترية والمشروع الوطني إلى أن ظهرت الجبهة الشعبية وبسياساتها الحج وصلت لمرحلة ما بعد التحرير أنه تمارس وهذا الشيء طبعا بدأته ما قبل التحرير أنه تقسم الشعب الإريتري إلى قوميات هذه القوميات بلغاتها بعاداتها وتقاليدها أي نعم نحن نفخر بانتمائنا القبلي نفخر بانتمائنا الديني ونفخر بلغاتنا اللي نتحدث بها ونفخر بثقافاتنا لكن هذا ما يعني ان احنا هذا التنوع الثقافي وهذا التنوع الديني انه هو نعمله هو اساس لمشكله مجتمعيه في اريتريا كل الدول وكل العالم يحاول انه ينسق ما بين العادات والتقاليد والثقافات واللغات والاديان في اطار المجتمع عشان تخلق منه مجتمع واحد الا في اريتريا يستقل التنوع من أجل تفريق أبناء الشعب الإريتري واليوم ممكن نجد إحنا على صعيد العمل على أرض الواقع نجد أن كل ما طبقته السلطة القائمة في إريتريا من سياسات على صعيد الوحدة الوطنية نجد أن إحنا أن هي قاعد تحصد ما زرعته ما بعد من بداية التحرير حتى الآن شعب مشتت شعب بدأ إنه يتحدث بقوميات
بلغاته وبعيد عن بعضه متفرق، ما فضل إلا أن يصل لمرحلة الاقتتال، وإن شاء الله ما يصل لها. وحنناضل جميعا لتصحيح السياسات الخاطئة في كل المجالات اللي قاعد تعملها السلطة القائمة في إريتريا أو قاعد تطبق السلطة القائمة في إريتريا. تفضل. بزي كالي قداي كريو زدل دلوخوخا قداي هاقراو حدنتي قداي هاقراو حدنت ملسي اللام سنريو أبتي حتو مصر سوستاني هزبي إيرترا زواعو عالو زنباري خاب مقزعتو حيلتات ولا بحيصر زبالن تر أنايو أبتو وانت زنباري بحالي شنخ ناي عندنات شنخ كتري إتخيل نيركا ناي محبريو أويكا بارتيو بتحالي شنخ كاني ناي الرابطة الإسلامة ويكا أني إسلامة ومتسار زبال بارتيوين تقيي نيركا معلتي إزيقن يبل دكتور كرار أب حدا كابت مدرخات حبرة سبنا ويهزبي إرفانا برلما في تركي إلونيرو معلاتي يزي برلما زغا أمس ناي كله في اللياتنا بحارة كالاوي من قدي كنواسا قلو نخيل مسرح نيرو كم مبغة صالون ولا تقاد لحرمة إرترا أبتي برتاو قدلي نقولهم أكالات هزبي إرترا كساتو فلو زخولو مبقى هاوي تكالاوي أمام تاتات نيرواي نخلهم أكالاتنا حبرة سبنا مخنياتو نحنا بزحنات لنا بزحنات أبهل لنا استفال علي ناي إمنتات في الليون لنا كمون ناي قوانقوتات في الليون لنا جي نزيخ استعانا أقد خيل مدباوي كرس أغن أقد داسو نيرو تقال لحرنتي إرتراب بزي بزح كالسي أكايرو إنه تعاوته اللو يخيب نيرو سأقام زنبرا قريبل دكتور كرات إتي ناي هزباو قنبار حرنتي إرتراب بمرحنة إساياس أفوركي مالاتيو بفلاي بمرحنة إساياس أفوركي نازي سمعيتات زي أكين دينا حرنت زبلس من قدتات موساد ني كوزازي زخيل من قدتات يتابعن يوسدن من باريو ملسي دحنات نت راح زي تجمره الكام موسادو بيغا خون خليو مخنياتو كقدم زي جمره بوليسيتات نيرو وي كاني مسنبحتاتات نيرو ازي سلاز خونه دما دحنات نت هون ازو غداي زخصيلو بار حبره تسبنا حجي اب تغاما مع كون نتات يلو ازي كن وصيت نايتي ازي بوجله ازي زغوبوروي مخنياتو بزو حنتنا كحقو سننا ايزولو اوه اتنقوان قاتاتنا نفوتوين اوه اتي قبيلاتات ديو انداتات دي بولوو اتي بيهرات ديو تبلوو نفوتوين جن ازي بحادش نخوون كلو جن هاقراو تمرد زمتس نقراتك اهن قبرا لنا اتي حاد النتنا اخن فوتوين كن عطاقون يزل لنا سلازي ازي سلازو خوني ازي سرعات ازي جن نزي نخقبر اي بقع هجي إريتراويان نتاين عزبا لنا سبات بهايمانوتهم بقبيلهم بأوراجهم ببهراتهم أمسوا أرزي كلو كونتات يبتسح ذولو يمثل جن بحاجزنا ببنا أهزابنا هزبنا حاجز لقل فتارينا بحماء كونتات يبتسح أين خوونن كمتيخ المهجي تقاديلنا بزحنا قرات كياز قبرناون نحاد النتنا خاق نقار لنا حال إيه تراوي حاد النتاوي منفسنا كنا حدوسو لنا اسون كالسي حاتو تيمو ناي كالسي حتو موحانو كرد عنا يقبع ايب الدكتور كرات ما بها دكتور شكرا نجي لشق العلاقات الثنائية أو علاقة دولة إريتريا مع دول الجوار. يعني من الغريب جدا انك انت او كدولة فتية انه تكتسب عداء كل دول الجوار. المصلحة اللي حتجنيها الدولة الفتية دي من عداء دول الجوار شنو هو؟ الله اعلم، غير التقوقع وغير اكتساب العداء من قبل دول الجوار.
على صعيد السياسة الدولية والسياسة الإقليمية كل ما ارتكب في هذا المجال هو خطأ في خطأ أدى إلى انعزال إريتريا، وإذا كان في التعامل معها ما يتم إلا بتعامل ويروبوا كثير من الشك والريبة وعدم الثقة بدولة إريتريا. إريتريا أول ما تشكلت من الطبيعي جدا أن تكون ذات علاقة وطيدة بالمحيط أو الدول اللي بتحيط بها. يعني أول ما صدرت شكلت دولة إريتريا، أول قرار كان اتخذ من قبل الحكومة الإريترية رفض جامعة الدول العربية انتماء أو حتى التعامل معها. يعني الغرض من ده إيه الله أعلم. إذا افترضنا أنه هناك في عدم قناعة، عدم يعني الرضا، عدم الموافقة بالانتماء لهذه الأمة، على الأقل هناك في سياسة وفي مصالح سياسية. حتى من هذا الباب ما أخذت الـ 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 ما أخذت بعين الاعتبار الـ 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 الانتماء للأمة للجامعة الدول العربية والعلاقة معها. في فجر التحرير الحرب مع حرب في من أجل الجزر حنيش، مع أنه كان في طرق دبلوماسية وطرق محكمة عدل دولية ممكن أن احنا نتحصل على حقنا في جزر حنيش، لا دول إريتريا لا إلا تأخذها بالعنف بالقوة وفي النهاية خسرتها بالدبلوماسية. كذلك الأمر في 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 بادمي، احنا خرجنا الدولة الإريترية دي خرجت من تجربة جزر حنيش اللي خسر اللي دخلتها بالحرب وخرجت منها بالدبلوماسية. كان ممكن تطبق هذا الأمر في 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 بادمي، لكن بنفس العقلية، بنفس العقلية المقامرة، العقلية العنف وعقلية القوة، قدمنا مئات الآلاف من أبناء الشعب الإريتري من أجل بادمي. الخلاف مع أثيوبيا، الخلاف مع اليمن، مع جيبوتي، مع السودان والسياسة المتذبذبة، هذا كله يؤدي إلى دولة انعزالية، دولة متقوقعة، دولة ذات شك من قبل دول الجوار، وما تستفيد، ما تستطيع أنه تتعامل بما أو تبني علاقات مع دول الجوار بما يخدم الشعبين، سواء كان في الدول القريبة أو البعيدة. فبالتالي خلقت شعب محاصر، شعب معزول ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا من قبل من دول الجوار. فبالتالي السياسات يعني مارستها الجبهة الشعبية او السلطة القائمة في إريتريا حاليا هي سياسات حدامة في علاقات الدولية لإريتريا مع دول الجوار والمحيط القريب لها والبعيد منها. تفضل. شكرا. كالي رخكبن زمدناتاتن مس كبابينان قرباب التمال يقرميلو مس كلو قرباب التخابة أسغت قبر بخمو خاخت فلت جي تي قداي ناي دبلوماسياوي هوت ناي إرتران بخوميو زقلات اتي قداما يشقر ذراها بايبن ناس النت يز مستي ناي ودب هقراها عرب ويك اناي هقراها عرب زب الجامعة العربية زب هالوي عرب ليك جي ولا اتي مسؤخونا يكون وكاري انت زي اكار انت اكار خري ولا انت خوني بن ولا هم اتاد ديليه انت زي حاله وي زي صقم اي من برني انت بمسره تو جن نتقمي من اي حزب حتى اميل كان نقداو تقمديو نبهلاو تقمديو ناي تكنولوجي تقمديو وي كان ناي صبوق زمدنا ناي صبوق غربتنا وي صبوق ديليه هاتن دايم هلاو مو نتي زين ندناهاتون ناب هنا حدا خلاص تويك لك عند هرناس من الزقات أمي نجري مالدي الجزون اللي جزانه بسؤال توسع بين أب قداي رات تيري كالي
قدينا كالوت غربابتنا نحن بكل شنهات خربناينا غربابتنا لو بدنا عرب ديوم تبدو بدوم تمبرا اديو تبسمي انديو نداوب سلو زخنا مس غربابتنا زلنا زمدنا قداسي سلا قداسي سلو زخنا بطببن بخيلاتن مهم هذا نتقمي حزب إرترا هو عند خل دبلوماسياوي بوليسي تاتيو خلوا الناس بيبا إذا جينا يكون مخنياتو نحرز زبالكم قداينا هجرة عرب بحث شو تتكلم ما هجرة عرب ما يهجر عرب زبالكم قداينا يمن مسيو مسيو من وين بتي ما يدسيتات ما يحنش أبجريت دهريو دهريتي جريت دهريتي قتمية نب دبلوماسياوي ستحي تخايدو معناتي دهريو جن نوح كيس أنحون قداينا يباد من المزل قداينا يباد من المزل كنت مهرتي تنايا من تماهرنا اللو بدبلوماسيا ويس فتح لألو كوسات زو قبو أنيرون بر بأشيحات كتف قولو زو قبو أم ويأشيحات يوات كتف قولو زو قبو أم وتادراو عند رأي متقبين زيجن إيتي التحساس بانا يزي ولك ملاخر كم أسلو زخوني نمسحتارن نتهزبنا عب كأسن زيك الدبلوماسي أوي هواتن هواتن مأتاو ناي سودانون كم أخي كأسك كأل أتاون واتعين زخوني بوليسي إذنلو ناي جبو تغتك كأسي كأل انبقى إزي ناي زي سرعات إزي ناي زولك ملاخي زي بوليسي تات نحبرة السبنا وسولن دروتن كم زخون راح ليكونسي حاده بكل مدايات تترعي اب حاده تمزي ايسوليشن ويك علي تقليلو اب تقليلو زنبر زولو حزب غيرو سلازي زون بطعمي اسكافي بطعمي اشغاري زخونه وتسيت نايتي تغباراتن بوليسيتاتن نايزي أفراسي سرعاتيو يبل معنا كنا راح دكتور كرار مايكل شكرا لك طيب أخوان المستمعين بعد إلقاء النظرة السريعة لنظرة تقييمية لتسعة وعشرين سنة ما بعد التحرير اللي نحتفل بالذكرى التسعة وعشرين لها نجد أن الواقع اللي موجود في إريتريا هو واقع مرير ومؤلم ما كان حد مننا يتخيله ولا أسوأ الناس أو أكثر يعني اللي كان متشائم بدرجة كبيرة ما كان يتخيل أن الوضع ممكن يكون في إريتريا اليوم كده يعني فما بالك من قدم أب ولا أخ ولا أخت ولا أم شهيد من أجل تحرير إريتريا أنا متأكد مليون في المية أنه مش حيكون راضي للوضع اللي موجود في إريتريا السؤال اللي بيطرح نفسه إيه هو المخرج إذن إذا اتفقنا كلنا أن الوضع في إريتريا هو وضع مذري وضع سيء وضع غير مفيد مالوش مستقبل للأمام ما في مجال التطور والتحسين في كل المجالات بتاع الحياة في إريتريا إذن ما العمل يعني نعمل إيه إحنا كإريتريين موجودين خارج إريتريا معارضين ننتمي لتنظيمات سياسية مختلفة ننتمي لتنظيمات المجتمع المدني ننتمي لأحزاب سياسية وكلنا نتفق في معارضة النظام القائم في إريتريا ولكن مشتتين وشتاتنا ده هو أساس ضعفنا هو أساس هو اللي بيخلينا ما نقدر نعمل أي شيء عمل فعال يجبر النظام القائم في إريتريا من تغيير سياساته في داخل الوطن وتعامله مع المكونات السياسية الأخرى في إريتريا إذن بالمنطق وبالعقل لابد أنه نعمل سوية من أجل مواجهة النظام القائم في إريتريا وهذا العمل بشكل مشترك والعمل سوى دي المنطلق بتاعه هو
التوافق على برنامج حد أدنى كتنظيمات سياسية وكقوة معارضة إريترية. إحنا في يوم من الأيام كان عندنا تجربة وطنية رائدة متمثلة في جبهة تحرير إريتريا ومشروعها الوطني. هذا المشروع الوطني اللي كان يعمل في داخله أو كان يعمل من أجل تحقيقه كل أبناء الشعب الإريتري بدون أي تمييز بدون أي فرق. والكثيرين من الأخوان اللي قاعد يستمعوا لي اليوم يكون ناضلوا في إطار هذا المشروع الوطني. ناضلوا فيه الجميع، ناضل الجميع في المشروع الوطني ده لأن الكل كان مقتنع إنه هذا هو اللي بيمثل الوحدة الوطنية، هذا هو اللي يحقق إريتريا المستقبل، إريتريا الدولة المستقلة المحررة، دولة العدالة والديمقراطية، مش كشعار كما هو قائم حاليا الليلة في 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 إريتريا حزب الجبهة الشعبية للعدالة الديمقراطية. ودائما أنا بقول أكثر مفردتين أو أكثر كلمتين ما موجودين في إريتريا هم العدالة والديمقراطية، مفقودات تماما يعني، ولكن هم شعار اسم الحزب بتاعهم يعني. فكل الناس ناضلت في إطار المشروع الوطني، مشروع جبهة تحرير إريتريا من أجل الوصول لدولة دولة العدالة والديمقراطية والحقوق. فعلينا إذا نحن أنه نعمل سويا، أنه نجلس مع بعض، أنه نفكر، أنه نتناقش نتحاور للوصول إلى الحد الأدنى من العمل المشترك أو الحد الأدنى من الاتفاق اللي يخلينا أنه نعمل بشكل مشترك من أجل مواجهة النظام القائم في إريتريا. المشروع الوطني هو من ضحى الآلاف من أبناء الشعب الإريتري من أجل تحقيقه، ولكنه أجهض وضرب من قبل الجبهة الشعبية ويانا تقراي. هذه حقيقة تاريخية ما في اثنين يختلف عليها يعني. ما عايزين ندخل في إيش الروابط اللي كانت بين الجبهة الشعبية ويانا تقراي لا مشاريع كلام كثير هو دي وطويل يعني. لكن الحقيقة هي إن إحنا هذا التحالف أجهد المشروع الوطني اللي ضحينا جميعا من أجله والجميع اللي ساهم فيه. فبالتالي العودة للمشروع الوطني هي الحل. كيفية العودة للمشروع الوطني أي إنسان عاقل بيعرفه. أقل شيء ممكن يقول لك أنه والله يا أخي نعمل عمل مشترك ونتفق على الحد الأدنى من العمل حتى لو ما وصلنا لدرجة المشروع الوطني اللي ساهمنا فيه جميعا. وبكده أكون أنا أنهيت حديثي معكم، وأتمنى أنه أكون قدمت شيء مفيد، وجهة نظر مفيدة. وفي ختام حديثي دي أعيد تهنئتي ومباركتي للشعب الإريتري لعيد الأضحى والاستقلال، ونتمنى أنه العيدين يجونا وإحنا في إطار دولة مستقرة، دولة العدالة والديمقراطية بحقيقة، ودولة متخلصة من النظام القمعي الدموي التعسفي المجرم القائم في إريتريا المتضرر منه الكل بمختلف انتماءاتهم القبلية الدينية الإقليمية. ما فيش حد ما متضرر من النظام القائم في إريتريا. وأتمنى أنه الأعياد القادمة تتكرر علينا أو تعود علينا وإحنا متخلصين من النظام ده وخاتين يدنا يد في البعض. وشكرا لكم. بعرب مترشتا بحرز كله زرزرات مرعاي وتحطوه بلقلي كله دمتس امون تاير اي قبري زي كله ساقم سيقات امونا زي كله زرعانايو قمقامون كمزي زرعانايو يو بتعمي زي حزنن زي ستنتنن زي سدممن كابكوني اتهم قورو زي لنا رأن تايو ناتومو كورونا نملسي بالدكتور كرار هقراو تومو كورونا هقراو تومو كورونا دي تقار لحرنة إرتراح جمارون كولو تقدلون ككايرون كولو إتي تساتفون كلو هزبي إرتراح ساتفون لزخي المقدم مقبار عواتو مخانو ردوي إزي تومو كورو زونا ميرا إرتراح الرقاقيتنا يناحن إرتراوين
انت هون اجن اذا هاجراوي حيلي بزي هاجراوي حيلي على ايرترا زورلو بخالق قداماوي حيلي خاني كاب ويانة تقرايا ابتقوانتي زي سواع تهاريمو كما قد سألتو كلو تهاجراوي بأتاتاتن هاجراوي حيلتاتن إلا تهارم المسي بار يتي ابزقوان زي زيقات منا زورلو يتي مدخامنا يهاجراوي حيلي درآن إحنا نزي كونتاتنا خنكيرو خوينا هاجراو حيلي كبرتعين كابني زولو دكتور كارا كلو إتي في الليات كم زلنا نردعينا كل هنا بزي زلنا أبدن بتقاومو ننا هنا ودباتنا ننا هنا بوليتيكا وجلتاتنا لنا فحيلنا جن كنقوبرون نخيل بتعمي مطوب كخونا يكيل مخنياتو حيلو خلوه كاتو خوين اكوب حيلو خلوه كالوه نزو بده هتاتي زخد قد انبار كأكبنا زخل انتاي بزي تحت درجاتات بهاقراوي اتاتات واحن عطل لنا ويكا ازي مينيمم بروغرام اسنو بلو بخوم او بتحت بتحت بخوم بلو يحكي مثلاني بزي تحت درجة ويكا بتحت بروغرام نلازم نلزبن كتعن كوفي الكاخاني نشقراتنا كانن أقداسي إذا هم قبرو يقبع إذا غيرنا نزوزو اللو شقر كنواتو نخيلنا يبل مالاتي سلازي أما ترشتاتي زرباي نتايزو بالدكتور كرار بحانزو خوني بتيستعدمكو مسرت ناتي رئيتو يخبس انيهي مو دربح رئيتو هي بخوون تسفا قبر مخا ابزالو معنتي بزي انا مخنيات رخيبه دغنا حزب ارترا نيبس مالتسي انقع نابزي مبل 29 على ناس النفع عكايبل كومون ابغزي عيد كاس لو زونه نتم امنت مسلمنا خا انقع ابعيد الاضحى بصحنا ازي كمزي لنا لو بعلو زلنا بعلاتون اب نحنا نحقوسلو غزيه مو نتي مدباتنا حزب ارترا تعوتلو غزيه خونه ليكا ملو تسفا على النيبل نقول احنا خاهم يزمن زمننا يلو اب زبلص كونهات بسف بزبلص اغاطامي غيرنا خونه بعلون تحقوسنا خونه بعلون تفسيحنا خونه بعلون كا من نيتاتي وسن يبل انا حيره ترجمه له كان زي اتمثل مثلاني الك مالك يعني. نعم شكرا لكم. ما بعرف بعدي انا لو في اسئله توجه لي ولا اي شيء الواحد ممكن يشارك معاكم، لكن كل ما اتمناه كمواطن اريتري وكانسان عامل في اطار العمل السياسي الاريتري هو فتح باب الحوار كإريتريين فيما بيننا، وأتمنى أنه نضع نصب عيننا أو هدفنا هو الوطن مش المصلحة الشخصية أو المصلحة التنظيمية أو المصلحة الحزبية، هي مصلحة الوطن هي اللي يكون الهدف بتاعنا. لأنه بشكل بديهي وبشكل منطقي متى ما أنت حققت مصلحة الوطن بشكل عام هتكون حققت مصلحة الحزب ومصلحة الفرد بذاته، يعني سواء كان زعيم ولا قائد ولا إيش ما يكون. يعني من الغباء جدا أنك أنت تكون خارج الوطن وتصارع من هو يشاركك في الوطن بدون ما أنت تكون عندك موطئ قدم في 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 الوطن. يعني هذا الحال اللي موجودين فيه احنا حاليا، يعني احنا نختلف ونتصارع وما نتفق وما نجلس مع بعض وما نتحاور واحنا خارج الوطن. يعني فإما ان احنا راضين بحياة الخارج الوطن وما تهمنا معاناة المواطن الإريتري وانه بيعاني تحت نظام القمع والديكتاتوري في 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 إريتريا، وإما ان احنا ما عارفين السبيل يعني للوصول لتغيير الوضع اللي موجود في إريتريا، وما أعتقد أن احنا ناس ما نعرف يعني
لكن تنقصنا الشجاعة وتنقصنا مسألة تدبير الأمر أو الخروج من الواقع دي بحوارنا وبجلوسنا مع بعض بوضعنا لبرنامج حد أدنى على الأقل للوصول لتغيير النظام القائم في إريتريا دي. وفي إريتريا هناك خلنا أسس أحزابنا وخلنا نشكل تنظيماتنا ومن هناك يعني نختلف ونتصارع صراع ديمقراطي اللي بيحكمه اللي يقرر فيه الشعب الإريتري عبر وسائل الديمقراطية المعروفة اللي هي صندوق الاقتراع يعني. فأتمنى من الجميع أن يكونوا واعين لمسألة الخطأ الكبير اللي قاعد نرتكبه في حق الشعب الإريتري وفي حقنا إحنا كفصائل معارضة. وإن شاء الله إن شاء الله هيكونوا في الخيرين والناس الواعين والغيورين واللي عايزين يعجلوا من إنهاء هذا الوضع القائم في إريتريا وإحلال البديل الوطني الديمقراطي اللي نساهم فيه جميعا. ما فيش حد الليلة يعمل فيها شاطر ويعمل فيها قوي إنه يقول هو لحاله ممكن يغير الوضع في إريتريا. هذا عايز تكاتف الجميع، وتكاتف الجميع ما بيبقى إلا أنه نجلس ونتحاور ونصل لاتفاق فيما بيننا. وشكرا. بشتا أنا ودي كبايز دلو زلو انترا زلجل حتوتات كملس دلو انترا أخوينو دلو يغل إذي انتايا اللاتو تا أنا كلابوا دخل إذي وريدونا دلو معات بزيح جنوغو ورود لنا من قد قرنا كن عواتولوي نخيلي منا فحفاحي لنا زين الزارب ننحر حدنا من الناس أساق انترا أخوينا اتي بقعتنا أما الله وعلايك إلمي سلازي كوف مبالن مزرابن من لزابن قدنا تاوخونا النايو كبرات أخواتنا احنا عدنا اينا سيئنا لنا عدنا سيئنا أبدقو خوينا ننحر حدنا انت تفالا لنا انتاي ترقومي ترقوم كيباي كلني نياتو تنقو برود لنا اتي أبلع لهزبنا وريدو دولو بدلون يسمعنا ريو اي سمعنا نون أبحطو ملكت كرتو الناي سلازي نزقو دايزي بقبو تغنزيبنا أما أدي زته سميدنا هقراو لفنتي غيرنا هزبنا آخر كاب حسام كلا أقولو زخيل ندبر لنا اتي بارتتا ديو اتي ودبا ديو اتي قلل ديو خانر كبولينا مخنياتو هقرنا مسحازنا كابزي ساعات زي مستلعقنا ديموكراسيو تكالات مسحانتنا كنوادا در نخيلنا بهزبنا لعنونات هاليو هزبنا مسولو هاليو بتي ديموكراسيو من قدتات قيرنا شقراتنا للياتنا كنو بنو نخيلنا عبقو نخن بتسنقن بحانساب كن اللازد بحانساب كن سرح إدني إد كنوها بقداسي يبل إذي إتي بتعمي كل إرتراو خرج أزلوه كنسكور كور كنزلنا مخنياتو إتي بدل عبل عليه هزبنا إتي نايت أفعت بوليسي تات عبل عليه هزبنا بتعمي كبيري بحادة سبسي نولكو ويحادة بجلة نولكو هانا خمزي إما ولا نفع انت وعلو نفع انت حادره بينو كقبرو دخيل نقري لنزناي كل هنا شقري كل هنا بحابار إبني إتقاعيزنا كنفوت عوزا لنا شقري كنحاسب علنا بوق حاسبنا بوق ترادادينا في التعاد كنقرب علنا يبلبا عانتو بايح انت خاعد سبقتي أنا خاعد سركب الناتو ترقم كستايد قبركو قرم زي أمالتي حتى قداميتي سايز نارضا انتا يوزب دكتور كرار اتي مفل العي مالسي علي طاو مفل العيات وقناوي ترقيتات بزيح الله سعب خير الله النار اللون كلها ناينا أنا شكر وريد الناس بهاي ما نطاو مفل العيات بعد مثل لا تنسون فتحين تقلنينا مفتحو سي هاقراوي التآتات وائي بزيبو كنعوات عين خقلنينا إلوني رعان طبي زي آسي كسمر الله يدلي وصدوتي زاربات وزاربات سلزنبرة كحب سركبل سي
ساي جبركوان مو كمزي يمثل ناي دكتور كرار اذا دكتور كرار خلصت والله نشكرك شكر شكرا يعني كانت محاضرة حلوة وتقييم بالمناسبة شمولي وتقييم إريتري جدا وديمقراطي جدا فعلا يعني فخورين بك يا حضرة الدكتور شكرا شكرا لك احنا تربية جبهة تحرير إريتريا ودي التربية الوطنية هي هذا التربية الوطنية البطاعة النظام القائم في إريتريا أن يضربها في الصميم لو شفنا أكثر خسارة في إريتريا هو ضرب النسيج الوطني الإريتري هذا النظام استطاع أن يستفيد من كل عمل الشعب الإريتري عشان يضرب بها الشعب الإريتري الخلاف الديني في إريتريا أو التنوع الديني في إريتريا استفاد من النظام في تعميق الاختلاف من ناحية دينية الاختلاف في الانتماء القبلي استفاد منه النظام القائم في إريتريا من أجل تفريق الشعب الإريتري وتبعيد فيما بينه الثقافة اللغة وكل ما هو موجود في إريتريا استطاع أن يستفيد منه في زرع الفتن والتباعد والفرقة في إريتريا فالليلة لما أجي أنا أتكلم كده لأن أنا ابن جبهة تحرير إريتريا وأنا ابن المشروع الوطني هذا المشروع الوطني اللي قدم له كل أبناء الشعب الإريتري الضحايا من أبناء من آباء من أمهات قدموا شهداء للمشروع الوطني دي فأنا الليلة لما نتحدث بهذه اللغة وتحدث بهذه الطريقة لأني أنا أتبني تربية المشروع الوطني هذا المشروع اللي بدأ ما قبل تأسيس جبهة التحرير الإريتريا الشهيد حامد دريس عواتي لما فجر الانتفاح المسلح ما بدأ في الوقت ذاك يعني في يوم 1/9 يعني جات الوطنية هذا الرجل كان زيه زي كثيرين من الوطنيين كان يتشبع بالروح الوطنية وكان يتشبع بالرغبة في تحرير إريتريا زيه زي كل الوطنيين فهذه هي الشخصية الوطنية الإريترية فلما تجي الليلة تسمع مني أنا هذه اللغة وعلى ما أعتقد أن يتفق فيها الكثيرين من الأخوان اللي قاعدين يسمعوني إنه هذا هو المفروض اللي يجي في إريتريا يعني إحنا بدل ما يكون تنوعنا في كل شيء وخلافنا في كل شيء هو نقطة خلاف مفروض أن تبقى هي نقطة انسجام ونقطة تلاقي ونقطة اتفاق يعني لأن في حاجات ما نقدر نغيرها ديننا الواحد ما حيغير دينه وبالتالي ليش عمل ديني أنا هو مسألة بتاع الصراع يعني ليش ما عمله إنه مسألة التنمية هذا شيء طبيعي يعني قبيلتي أنا ما حقدر أغير قبيلتي ليش ما يبقى الاختلاف القبلي هو الشيء الطبيعي والتنوع دي والانسجام والتعامل مع الناس بشكل طبيعي عشان كده أخي الكريم اللغة اللي قاعد تسمعها هي لغة المشروع الوطني الإريتري ومشروع جبهة التحرير الإريترية ومشروع كل الوطنيين الإريتريين وشكرا لك يا ريتا ماشي الله هاي جندا جنا مايك زي خصاي جبر كونس أنا هاي لوك هاي جبر كونس أنا هاي دكتور كرار أنا مسجنين يا ريت بخامكو عربي نيا غيره هجينا نثا أنا زي مسجنكو نثايلة مسجنيو زي زهب كان ناس تمهروسي بتعامل سبعة تمهرو هجرة وستمهرو ديمقراطية وستمهرو يميرو مو كبرت يا حبلنا نجزيها أو افتحنا زي زمان أخلكا بتعامل قصي قليلة نجريون يرى بقامك عربي دكتور كرار كا وانا زي تسمعو دلخاسي ناتي ولان تخوني انا قا دوبلون تحلقو سي وطسيت نايتي زعابو خلو التحساسبا اووشت تقاد لحرنت ارترا انا عباي ناي تقاد لحرنت ارترا بزحات كمايزا امسولو تقاربت زيوم زنوبورو ويبناي تموكرو ناي تقاد لحرنت ارترا زحالفون كمزناتي راء يوزلوون ولا أبوي ون زي حمد إدريس عواته زبها لها قراوين يحزن بورو سوغي لو أبسوسان حادنسي فين أبلو يكون جميرو كدميو زنبري أبوتاتنان أبحقوتاتنان هقراو الرأيس لو زنبورو تلك هقراو التحساسبا أوشتو تم إرترانس لزنبريو ولا تولاديي كي ترفون
بشانشعتن نكالسي كم بزهاد حواتو إيرتراويان دوحن جسي تي هجراوي سنعسي نهنايو وتهجراوي حلنا ما يكون لهنا ما يكون لهنا إيرتراويان هجي تي سجنجن إذا سعت نت هاي ما نتاوي في اللي أثناء يتكمله نت هاي كبيلات هات في اللي أثناء يتكمله نتي وقراء كم النازخ بزحنتنا نفشقرة يغيره وأما نحنا من تاينا هم نقدر بزحنتنا نبتغمنا نغيره مهنياتو بزحنتنا ملكين هاي هاي موناتو تناخاني مفلالينا هون يقبعون نا بوليتيكا هن قيرو بهاي مونات اي قبعين نقبيلا نا بوليتيكا هن قيرو اي قبعين مهنياتو اتي ناي فلالياتنا شقرات بلبونا مزيننا إتي كوتس ما عارفوا خمس ألنا زخيل مواز أو كن رحبوا لنا خيل حدا بهجراوي رأي زت درخة من كسر أسات نسن نقدريو إذا قبل الناس أنيهرو نعيو من مور كسايز قبره الله ده تروز الله معلتيو سلازي أنا حد نثنى أنا بخي أمسلني I think جلس لستحط الله دكتور كرار إذا أمكن إمكانياتك في ثلاثة أنفر عايزين يسألوك يا عايزين يسلم عليك نديهم الفرصة ولا أهلا وسهلا يا حري نقول سلام دحر الله خوينك قدامنا نعو دحرك الله وعشرة الله سالسة هزبي الله خو أدني وقل حطين قبلني ريتا قزامة نعم محمد رخ Thank you حد ندنا سلام مجمرة كلكم يا أحوات رمضان كستات وداكم حجي التقبل ودرا مبروك نبل دكتور كرار أنا دانيا يوهانس ممكن تتذكر أهلا دانيا سلامات دكتور كرار لا تهي أهلا دانيا كيفك ناتي حتو دكتور كرار تذكر يخا كدمي وياني موداقوم تزراربنا كنتات إرتراويان عمنتاي كنتات نركب كم هاجر كم هزبي مزينا ناي سدت منقستي يدلينا حكومة في المنفع يدلينا إلنا تزراربنا أوتينا أوريدنا السلام ما ترشتاس نقول السلام يا حصر عبيد كل غاتكم منياتو هو كند غاشا علنا لدكتور كرار نخبرنا اذا معلتينا نبر قال معلتي غاشا كوينو كمصي دكتور كرار ابز غزانا كان زي هذا ليس لزقنا يقولتنا مسوز تزرارنا يو قداي جس كما يغيرو صمق حساب مؤدل عبني قلتنا كنت يردو يمسو بحبار زتنكسا قصنالو غسكواس قبرنالو ناي سدت منقست كمسرت كنتات ناي إثيوبيا إسايياس كمتي زراكمو غنا أركبكم كبل كالو حدنا إكزايل قبرنمنت انتزلونا كمتي مس دكتور كرار تزراريمنا سو كم سيمبول أبو سورة زجمرة يقول سورة أنا فاجنا كان صناعي تودن نقول نحتتو تبع الله ما شرشتا نقول كم بريزيدنت مريسنا برود ماب هذانا إكزايل جوفرمنت المسرد أبزكنا تعتزي أنا الدكتور كرار زحتو الدكتور كرار زحتو اتنا قرتي هجون انت قنا عدلين نتو اي رأي كان ديو أبزقوس قوس انت زقبر ناي إكزايل جوفرمنت جون أدلاين نتو أي رأي كان ديو زي أتحدثوا ممكن ترجموا له أوكي الأخ بيسأل يا دكتور كرار هو أعتقد إلو بعرفه معك وأتذكر لحظات يعني كانت مناقشة بينك وبينه أو بينكم يعني فإيش طرحاته هي أصلا السؤال هو إيش هو رأيك في مسألة الحكومة في المنفى لأنه في الماضي ناقشنا في أهمية وجود حكومة في المنفى للإريتريين وحسب ما هو شرح
كان في طرح انه انت تتبنى رئاستها بحكم تمثيلا للشهيد، فهو ذا السرد اللي عمله. فالسؤال بالأحرى يعني إيش موقفك؟ هل تعتقد أنه مهم أن نكون أو نشكل حكومة في المملكة؟ إليك المايك. أوكي، شكرا لك. صحيح أخ دانيل، وأنا قبل كده كنا في اتصال هاتفي، يعني كنت في دمشق، يعني أنه تناقشنا في هذا الوضع يعني، أو في هذا الطرح، طرح حكومة المنفى يعني. أعيد وأكرر وأقول له نفس الرأي يعني، وأسمع رأي دي للأخوان المتابعين معنا حاليا في الغرفة. قامت حكومات الفنكة المنفى كانت في فترة من فترات التطور السياسي، كانت هي بدائل متاحة ومأخوذ بها ومعترف بها ومعمول بها يعني، كانت في فترة زمنية معينة من التطور السياسي الدولي يعني. هذا من ناحية. ومن ناحية تانية أن حكومات المنفى كان لها يعني شروط لابد أن تتوفر، شروط محلية في أو ذاتية في من حيعمل حكومة المنفى، وشروط إقليمية ودولية. في بان الحرب العالمية الثانية لما الفرنسيين شكلوا حكومة منفى في بريطانيا، لأنه كان في التأييد البريطاني والتأييد الدولي، ومن دول اللي كانت يعني إنه مخالفة لرأي ونهج ألمانيا هتلر. كان في تلك الفترة إنه مسألة الحكومة في المنفى مقبولة ومعمول بها، لأنه كان كثير من الأمور كان تأييد الفكرة دي. لكن اليوم لما تجي تطرح الحكومة المنفى، العديد من الشروط اللي تتوافق مع حكومة المنفى غير موجودة يعني. الوضع في إريتريا والسلطة القائمة في إريتريا، سواء كان بالرضا أو بالكره ولا بالإجبار، المواطنين اللي موجودين في إريتريا والشعب الموجود في إريتريا هو إذا سئل هذه حكومتنا وإحنا راضين بها، ممكن يقول كده يعني. فبالتالي مسألة إنك أنت تشكل حكومة منفى نتيجة للرفض الكامل من كل أبناء الشعب الإريتريا اللي موجودين في داخل إريتريا وخارج إريتريا للحكومة القائمة في إريتريا، فبالتالي أنت حتى تفكر في إنك تشكل لها حكومة منفى. هذا ما موجود، ده من ناحية. ومن ناحية تانية السياسة الدولية والعلاقات الدولية ما باتت زي ما كان الزمان في مرحلة الأربعينات والخمسينات ولا الأربعينات ولا الثلاثينات القرن الماضي، إنه تعد تشكل حكومة منفى يعني. وكأبناء شعب إريتري معارض موجود في جميع أنحاء العالم وفي دول الجوار لإريتريا، ممكن نوحد جهودنا ونسقط هذا النظام. هذه هي أسهل وأكثر عملية وأكثر فائدة لأبناء الشعب الإريتري، وممكن تحقق مصالحه وأهدافه بشكل أسرع وأيسر وأسهل. وشكرا لأخونا دانيال لسؤاله، وإن شاء الله أكون أجبت له بما يفيد الفائدة ويقنعه يعني. برجس أنا حاونا دانيال فلطوي بأب دمشق اسم كله هون بترخيمان يرنا بسلكي بزهون عليلنا بقداينا زي government in exile أب سدد دولو من قسط معلف يعني سدد من قسط هو جمعني بار ريتوي أبزو قداي زكه بيه دكتور كرار كمز السعب كعيبل حاري قداي ناي سدت من قسطي بستفال علي نقرات كتري او اقداسي حاري اتي كم مساريحي كم بلوتيكا مساريحي تقايم كاثدوك امرلو بقيزيز تقايره
حب جزينا بجزي مخنياتو تم أهجراو معبلنا تهدسول والله أهجراو سمع تهدسول والله نعو زملكة روحي تهدون عرلو سلازي إذا بقبو مرعي كدلي انبارك من اللي سيولي نعبنات كهب خيلي كموز تتقوم مهاجرات هلو نعبنات فرنسا عبد انجليز كوينو كدام مالاتيو نايس دات منجستي ويزي دور منتين اكزايل أو جون اتينا يحبور تكالات كا حجزو بزون تعويتهم مالاتي جنزي ابتوان تزن برائي مالاتي اتي نعو زدرخة بلوتيكا ورقاحكات كا نيرو مالاتي سلازي ابوس بخومو سلازتا قبري هجيب زلنا يا موائل اب زلنا يا بلوتيكا ومعبلناهات كقبري يخيل كتبل كشقري كالا اي إذا حدا قدامي سنكون كله بدخل أي درجة أنت هيري أويلو أهجروا تكالاتن ناتن رؤيتو تاتنون على الله جمسها كم نايس دث من جستي الكاتو قومو تكالون قبول دي قبولن مغنياتو نعود بك معك أنا تاتن رؤاح تاتن سلة تقمنا تاي سلازي نزي زمل ويك أنا زملس رؤاح تاتك أما رئنا نازب الحتون كل على الله إذا خيام ملاكا كبري أنت رأيل كاجن بتعني أشجاري كهون في إيش لازم بزي بزي ملك عزون كرالو إتي سالسا يقدام إذا أجاب بزي أب قدم أب حمساتن أب دفري قرب تيسو سهرة زنبر الأوان ويكبري وصبي أزنبرة أجاب باتي أب زوان إذا كمو أجاب كبري كأليو إيكا بدفرتون كتري أو تخيل نجر أيقونن كسكفن كشجرني أبت تكبراوي استن أتي كندي لازح حسب وجن نحنا بعد بيتها وز بيتها وروح واحد هاتون الله ما نحنا سي زمن زقلا لما نقدون كل الناس ز بيتها ويخستاينس على شيلو الناري حبيرنا هاي هجروا حلت هاتنا أكيدنا مرباتنا سريعنا نزل سرعة زهم كيرو اللو زين خل مهيات سنتا الله دخل لهم كان زي مثل مثلا نيبل ما يعطوا تخم تقسكوه ترى واحد هاد كتم مع الأوزن لك تي أخبره وكل تي كوتس الواحد هاد قمت كتوزن لك وزته وزته جزء تي زبيت هاوي عمتات ناجن نحنا نترى أوها هيد نايو كسب أبتدر الجو ناي مبس إحنا يوم نزق الدايزي أب نفتحه نزي أب هجر نازور له قدام نفتح إذا حنت نجر كأني تكنيكا وقدام له ناب نتاب إيرترا يبل دكتور كرر ناب نسول نانو سبات انت حاتتنا نزل منجستي تدليون ويتدليون تلا ندليون تقولوا خاسي نتي نايسدت منجست زبل موجوتسي كوف كسوني خيل زون عبد الله تكون أتولنا يعني أتوب عدنا زول خنا هات نفلتينا حبرة سبنا بناس عدلية تخمر كم زي كل نفلتينا زون عبد الله كأتلو انت لا أنا أقول ماشي وتكنيكا وقدرات انت لا كم قدرات ماشي سي كل رأي وزلونا قال يبل ما إذا أتمثل ملسي ماي دكتور كرار حدناتنا هل توتاليو حنتنا مورداتنا يا أبو عشرة لا سنك أبو عشرة ولا بعرب كمان حتى خيليو نابا خامد رخ أبو عشرة كبرحة أبو عشرة ندحر الله خوينك سمعان ندحر الله أبو عشرة جمار صورة أبو عشرة اسمع الله خدا اسمع الله خدا الله خلاص الله تمام سلامات سلامات نجمريا نزي عدل زي تتقيمه بالنقنيات رمضان كريم عيد كل مؤمنا اسلام ارتراويان زيغاتاتنا روحس عيد كبر لكم يبل بالنقصال نقبور حاو مقالستي دكتور كرار حامد ريس عواتي كور سلامتا تقبل طبعا انا دكتور كرارين حدا نسرح لنا بحقي ابزو الدبزي خوينا سرح له انا نغزارسي اب امريكان كندان حيال لكن جنبرات غيرنا لنا اتملك ناي تقاد لحرنة إرتراء ميراد نبري بليين تقرينيا
تقريه زيتات صبوق دلدل دخونة ديديكيت الدخونة انت اشي مقيرنا لنا حجي بحقي تحطنا عون مالسي درخي دلو قعبتا وركب ركب تقعد لحرنة ارترات تقدف المكان اخن بلك لنا انت مالتي حقرا وملك عالسي دكتور قرار كأني رازا نايب وحازا بمسرد زي كعبتها وركبت منها تقبر مستخالة علمنا والدبات تصبق نخيدها لنا مالتي بزي كمسجن فتو مالتي تصبقنا نقاتل لنا قال اي بحق ان ازي قد ايزي قطفلت انت تدليو تدليو تصقاي نقاش ارترا تقال الحرنة ارترا ريونيون زبل أبا عشرة مالي يحط قطط قطط الأمن عشرة مالي 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 عشرة عامة مرت بعامة مرت حامد ريس عوتا زمز قوز نبري زتقوعو برتاو قالسي نحادة بهير ويقع نحادة هايمانة ديكوني نمولو هزبي ارتلا إلو دسقوعي النابلي معرف معرف قلس نيروني بحكي اي ويش ابزي متصدل كلنا ذا كورونا عندي بلات نمبر ابسيات المقور عاسمنا نمثل لنا كلنا نساتفون قوون مزخونا حجي ندكتور دكتور كرار كولا زدالي كمزات قبروا زلخم اتي مستي علمناوي حاجراو ملك دلو حاجراوي بروغرام دلو ارتراويان ناتا مالالا اخاس لدخيد بدي حدنات كان قبرو سلزي بلنا أب حد نترك خونا لو تقال سنة قدما يزتارجتكم قبر دلنا بهلاية زود حنكم حتى يكون المس موني تخلى حوي تربو قبلك حتى قبلك تامس جانات أش متقبرة مو أما دمنا هنكيد نستاس كرر كأبو جبو كرر فانو ميتا أوكي الأخ بالمناسبة يشكرك لأنه يعني هو بيقول أنا فعلا مشارك في تنظيم الذي يشارك فيه الدكتور كرار حامد إدريس عواتي، وهذا التنظيم اللي قائم هو بنهج ما سبق في جبهة التحرير الإريترية، وهو تشكيل قوة علمانية وديمقراطية تتألف من كل أطراف إريتريا بكل أنواعها، سواء كانت إقليمية قبلية دينية، وهذا نحن قاعد نشتغل فيه ونناضل فيه وله ثمرات حتى الآن في كل أنحاء العالم. وأنا سعيد وفخور جدا، وأنت فعلا قاعد تتابع خطوات والدك في النهج الوطني والنهج الديمقراطي، وهذا شيء مشرف. ولذا الأخ أولس أيضا بيدعو الجميع أن نعرف تاريخ الشهيد، ولذا ذكر الأخ صقاي نقاش الذي ينشط في لقاء مقاتلي جبهة التحرير الإريترية في شمال أمريكا، والأخ تقاي نقاش فعلا قدم برامج بتشرح فيها مساهمات الشهيد في الكفاح المسلح، والأخ تقاي نقاش فعلا استند على مستندات تاريخية ملموسة وفشل كل الدعايات والبروباغندا التي تنشر من بعض أشخاص أو أجانب مشوهين نضال الشهيد.
فهو يوصي الجميع أن برضو يتابعوا هذا الناحية من يعني لأخذ المعلومات الحقيقية بمسألة الكفاح الشعبي الإريتري. فهي دي مجرد وصية لك يعني يعني بشكرك فيها، فما فيش سؤال يعني معين، يعني حبيت أترجم كده بالاختصار. شكرا شكرا. ما حد نتنا انتي دكتور كرار ممكن افانو مانيس دكتور كرار اما دبنا هنقتل مالتيو تخلاو مو بتقرينيا قبر مو انا ها هترقو ملكي عم سنو بتقرينيا اوكي حبيت كزازو ماي بتقرينيا بتقرينيا بوتنا فانو Thank you, thank you. Takhla Hawaii. Sila Tami. Subo Gerkatur Gimkalna. Macam. Nahnaun kam nisata fukuin ti. Ti zihwats an hati gama astam huro Dr. Karar. Di Dr. Karar ka. Azina ina namas guno. Lika. Nabona na Hamid Idris Awate. Zirakab na kuini ti sami'na lo mualti. Lika Hamid Idris Awate. Misana kuinu. بزاربنا دلوغيني سمعنا مو ناي بحقي تصاوعتنا اخبيركا نعانا نحواتكا كتب مالسيخ تتبابع كتمهر إلكا مسانا مركبكا لو مشت موغا يردانايو ابصومو إلكا حجون عيدي زغون زلو سلازي نزخول واب قمت كي اتخا هاقر قديمكا حتو حواتكا قديمكا مسانا مركبكا بتعمينا نمسقناكا بشم حدري جيغانونا بشم كلهم محدار بشم أدمينات كلهم تساتفتن بشم زم اب فيسبوك كوينهم لازو بروغرام كاز كاتل وزنو كلهم إرتراويان بحافشة اووشتن اووطان كوينو لازو بروغرام بمنقدي أسنا تي في نسمع كله إرتراوي مسقانا ناخن قربال كان دهلي لما عالتي تراي نزبع عال أمل كيتكا نيشتي ملغت اختبال نامبر نعاب أستمره بحجي جنان بيكا خمز لنا خاب بزاقات أمزي كن حبركان كن اللابوكان ندلي سلازي أب كربا بحدي أبي أستمره بفلاي بفلايكا بتاريخ أبوخان بتاريخ ألسي إرتران حد صبوق أستمره اختبنا عند جنات ملسلنا أب كرمزبي عند عدمنا نزيل ومشت جبر كالناكن دقيمنا دقاقيمنا كبر مسكاننا نقرب لك روحوس بعالنا سألنتي كبر لك كم تنعانا نغلانا إرتران عاقاون بيتسب كاون كم أخا عدى المبروخ دكتور كرار نعاقان بيتسب كان يقن يلنا يا أبك أرباقا كنت سوى عكا مخوانا فلوت يوم على ديو Thank you. اسكي كل غاتكم كا اب فيسبوك زلهم اب حدري جيكانا زلهم نخبر حونا دكتور كرار اسكي ناي انكو عدا حان مسأخان ناي مفانون امباباتات اسكي عبولو لا ياخم نخلهم في 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 عبولو ناي حمد ادريس عواتي حادة ناي دكتور كرار حادة ناي توم كلهم مسؤوم زك ألوسوز نبور جمرتي صورة ننناتهم جيركم سكما عاد في رب البلا بلوب زغزا روحوس بعال نصانت روحوس بعال نصانت ايرترا روحوس بعال لالاويت هاجره ايرترا ثانك يو اوكي دخل الله شكرا يا دكتور. إدارة غرفة حدري جاغانونا تشكرك شكر جيد وللمساهمة الفعالة الوطنية والديمقراطية مساهمة فعلا لها التقدير والشكر من جانبنا. وهذه بالمناسبة نحن نعتبرها يعني مشاركة كأنها يعني مشاركة تمثل فعلا الوجه الإريتري، وكما الأخ هايلي ذكر انه شعرنا كانه نحن كنا مع الشهيد بالرغم من انه ما نعرفه وهو استشهد يعني في اوقات مبكره من الكفاح المسلح، لكن وجودك هنا كان وجود فعلا له also ايضا وجود
عاطفي، وجود معنوي، وجود سياسي. ولذا نشكرك يا أخي العزيز، ونتمنى أنه تجينا في 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 الأوقات القادمة بأنك تقدم موضوع عميق للمناقشة. هذا لا يعتبر أنه أنت جيت عشان تقدم، بل إنه تدينا رأيك وتبشرنا بحلول عيد الاستقلال الإريتري. وبهذه المناسبة يا دكتور، نحن أيضا نقول لك عيد مبارك وعيد استقلال إريتريا. في هذه المناسبة نحن معا نحتفلها معك، وإلى اللقاء. شكرا. شكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في ساحة إن شاء الله. الله يخليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أستاذ. يا أني أنا أقول لكم كأني تنصني لكم على فيسبوك ونب بالتوكم كتكاتاتلونا دس أنحكم بحوارة دكتور كرار تنحو قدمي أخوما نحونا تقاي نقاش حجي مدبنا واخاكم اللسي حونا قوتنا نواخا مدرخ.